هل ترغبون أن أروي لكم أول لقاء حصل لي بالشيخ ابن عثيمين وأول سؤال سألته إياه في حياتي، أو نستمر في شرحنا؟ كنت في المرحلة الجامعية، في المرحلة الجامعية، لأن له علاقة بي، وهذه أول مرة أروي هذه القصة. في المرحلة الجامعية كنت قبل الحج في مسجد في حينا هنا في المدينة، فدخل وأنا جالس مع أحد الأفاضل من الشباب نتحدث بعد صلاة الظهر، وليس في المسجد إلا أنا وهو. فدخل رجل من الزوار الحجاج إلى المسجد وكبر، يصلي النافلة على غير القبلة، يصلي النافلة على غير القبلة، فأردت أن أنهض أعدل الأخ، فمسكني بقوة، قال لي النافلة لا يشترط فيها استقبال القبلة، لا يشترط فيها استقبال القبلة. قلت يا رجل، قال لي أبدا، وأنا سمعت الشيخ ابن عثيمين بأذني يقول ذلك. وأيامها ما كان فيه الأجهزة، فيه الأشرطة، الأشرطة التسجيل. قال لي وإذا ما تصدق أنا آتي لك بالشريط. قلت هات الشريط. المهم الرجل هو منعني أن أقوم، الرجل كان أحد المارين وعدله إلى جهة القبلة، فذاك اعتدل إلى القبلة، لكن بقيت مع الأخ. ثم بعدها، يعني بعدها مباشرة، جاء الحج وذهبت مع الوالد إلى الحج، وأخذت أبحث عن الشيخ ابن عثيمين، ما كنت رأيته، وسألت عن مخيمه وسلمت عليه، وهذا أول كان لقاء لي أراه فيه الشيخ رحمة الله عليه. سلمت عليه وقلت يا شيخ أنا أحبك في الله وأنا مسرور أنني رأيتك، وكلام من هذا القبيل. قلت يا شيخ أنه حصل كذا 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 كذا، شرحت القصة. وفي مرحلة الشباب يصبح يعني تفاعل غير، فشرحت له القصة وتغير وجه الشيخ، قال أعوذ بالله، أعوذ بالله، كذب، كذب علي، هذا ما يمكن أن أقوله. قال الذي أقوله ويقوله أهل العلم أنه إذا كان على الدابة في النافلة فقط، أما في البلد وفي المسجد ويصلي إلى غير القبلة وينسب هذا إلي، أعوذ بالله، هذا كذب علي. وغضب الشيخ رحمة الله عليه. ولما رجعت المدينة أبحث عنه وأنقل له كذب علي، هذه الكلمة اللي يعني حفظتها من الشيخ، وأبحث عنه. فلما قابلني سبقني، قال لي أنا ترى أخطأت، أنا رجعت إلى الشريط، الشيخ مثل ما قلت في الدابة ليس. قلت لا أنا أزيدك، أنا قابلت الشيخ ويقول كذب عليه. قلت قابلت الشيخ والشيخ يقول كذب عليه، وترى وجه الشيخ تغير لما قلت له كلامك. والشخص على كل حال من أهل الخير وندم على. فهذا أول لقاء كان حصل لي بالشيخ رحمة الله عليه.